كده رز صياديه عندي خلص. تعالوا بقى نعمل معايا رز صياديه السمك. صياديه السمك عندي كيلو سمك بلطي، وطبعا نقدر نستخدم اي نوع سمك عايزين، مفيش مشكله خالص، اي نوع سمك احنا حابين ان احنا نستخدمه هنستخدمه. انا مستخدمه البلطي عشان هو متوفر، يعني متوفر في كل مكان، وبرده سعره معقول، ناس كتير هتقدر ان هي تجيبه. مقطعاه جزل بالشكل ده، مقطع السمك على 3 او على 2 زي حسب حجم السمكه، ويفضل طبعا الطريقه دي يبقى السمك بتاعنا كبير عشان ما تبقاش الجزل حتت صغيره كده. فتقدروا تنوعوا في شكل في نوع السمك اللي انتوا عايزينه زي ما انتوا حابين. خلاص انا بحاول على قد ما اقدر استخدم الانواع المتوفره وفي نفس الوقت قليله التكلفه عشان تبقى مناسبه ناس كتير. طيب عندي كيلو سمك بلطي كبير متقطع جزل اللي هو الشرايح يعني، وعندي طماطم جوليان، وعندي 2 بصله جوليان، وعندي كرفس، وعندي ملح وفلفل، وكوبايه عصير طماطم وكمون، وثلاث فصوص ثوم مفرومين. هقول المقادير مره كمان، عندي كيلو سمك بلطي كبير متقطع جزل، وعندي طماطم جوليان وبصل جوليان واثنين بصله لا سوري وكرفس، وعندي ملح وفلفل وكوبايه عصير طماطم وكمون. خلاص ما عندناش توابل اكتر من ان احنا عندنا ملح وفلفل وشويه كمون. عندي شويه بهارات سمك ممكن استخدمهم، ما عنديش خلاص تمام. ممكن سكينه هاني بعد اذنك، او فروم لي الكرفس ده بعد اذنك. هجيب كده اول حاجه، هلبس بس جلافز كده وابدا اشتغل في السمك بتاعي. اهو كده هجيب البصل اللي عندي على الطماطم تمام، هحط شوية الكمون، احطهم كلهم، احط شوية الفلفل، فلفل اسود، ملح، احط معلقة زيت كده مش كتير تمام، الكرفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام. وعايزه اقوم بصوا كده افرم كده البصل مع بايدي كده اهو الشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. الطماطم مع الكرفس مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. تمام اهو معانا ايام البحيره. ايوه ازيك يا شيف؟ معانا ايام البحيره. ايه زي حضرتك؟ ازيك يا ايه؟ الحمد لله والله كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي، وانت طيبه جميله. اتفضلي يا حبيبتي. انا صراحه كنت عايزه اعرف طريقه الكفته. طريقه الكفته؟ حاضر. كفته الحاتي ولا عايزه كفته معينه؟ لا اي نوع، بس بعملها في البيت وبتجيب مني. تعمليها في البيت؟ معلش قولي لي تاني ايه؟ مش سامعه. ايه؟ تعمليها في البيت ايه؟ ايوه بصل وفلفل وخضره ماشي وبهارات وكده وبتطلع حلو. طيب حاضر هقول لك. حاضر عليا يا حبيبتي. انا هجيب طاسه بس من تحت تمام، واحطها على النار عشان اعمل الصلصه بتاعتي بتاعت الصياديه. يبقى انا دلوقتي جبت ايه؟ جبت البصل الجوليان، وجبت الطماطم الجوليان، وشويه كرفس، وحطيت عليهم بهارات كمون وملح وفلفل، وعندي اهو شويه بهارات سمك لو عايزه ازودها هتديني برده طعم حلو. ما عنديش خلاص مفيش مشكله، هشيل خالص بهارات السمك من الموضوع، يعني اللي متوفر هنشتغل بيه، لكن هو اساسي ملح وفلفل وكمون. وهفركهم كده زي ما انا فركتهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وعندي طاسه بقى على النار، انا عايزه اوطي بس على الرز. ممكن اجيب الرز هنا، اجيب ده هنا كده تمام، هوطي بقى عليه خلاص عشان يستوي براحته اهو. هحط معلقه زيت برضو في الطاسه، معلقه مش كتير اهي، وهحط الثوم بتاعي
تمام، اديله تشويحه كده، مش عايزه احمره، يا دوب بس هياخد معايا تشويحه وخلاص. تمام، واحط العصير بتاع الطماطم بتاعي، يبقى تومه مع شويه زيت، واقوم حاطه عصير طماطم حوالي كوبايه عصير طماطم خلاص، وبرده اقوم كده ايه اتبليها بشويه فلفل اسود بسيط، رشه كده، تمام، رشه ملح بسيطه بقى عشان انا حاطه برده في السمك فمش عايزه اكتر. تمام، واقلب كل ده كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واقوم بقى جايبه ايه، جايبه السمك بتاعي احطه مع البصل والطماطم، معانا منى من المنوفيه. ازيك يا منى؟ الو، ايوه يا منى، ازيك؟ ازيك يا ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. لو سمحتي انا عايزاكي تعملي حلقه في يوم عن الحاجات المشويه. حلقه في يوم عن الحاجات المشويه؟ حاضر، احنا كنا عاملين في العيد مشويه وكفته، وتعملي لنا رز بسمتي. حاضر، كنا عاملين يوم والله في العيد، تاني يوم العيد كنا عاملين الريش المشويه والرز بتاع المشويات والطرب، بس حاضر هعمل لكم يوم المشويات بس كله، فراخ وسمك وكله، فراخ ولحمه وكله وكفته، حاضر عينيا الاثنين يا حبيبتي. ماشي يا منى، ميرسي يا حبيبتي على التليفون. طيب دلوقتي حطيت السمك بتاعي مقطعه جزل كده زي ما انتم شايفين، وهقوم حاطه الخلطه بتاعتي بتاعت البصل والطماطم والكرفس والكمون والملح والفلفل الاسود، ولو عندي بهارات سمك حطيت شويه، ومعلقه الزيت خلاص اهو، واقوم متبله السمك كده بيه وحاشيه كده بيه بالشكل ده، زي ما قلت لكم اي نوع سمك عايزين تستخدموه استخدموه، انا بس دايما لما بختار حاجه بحاول اختار الحاجات المتوفره عندنا كلنا. عايزين تحطوا معلقه هريسه شطه معاه برده بيبقى حلو جدا، الناس اللي بتحب الحاجات المشطشطه. تمام اهو، وارصه كده في الصينيه بتاعتي، هتبقى صينية سمك في منتهى الجمال. الراس برضو فيها حتة كده من تحت، في ناس اصلا عشاق راس السمكة دي. تمام اهو، بحط كده كل بقية التتبيلة فيها. تمام، خلاص، واجيب الصلصه بقى اللي انا عملتها بالتومه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هقلبها كده تقليبه خلاص بتغلي غلوه كده، هقوم حاطه على طول على السمك ومدخلاه الفرن، ما بياخدش وقت خالص، انتوا عارفين السمك من الحاجات اللي هي ما بتاخدش وقت خالص في السوى، يا دوب ربع ساعه او تلت ساعه وهطلعه وهيبقى بالنسبه لي زي الفل خلاص. تمام، هحط بقى الصلصه، هي غلت خلاص، هحطها كده فوق الوش، اهو، وهقوم مدخلاها الفرن كده، الصلصه دي تتشرب شويه، واقوم مطلعاها بعد حوالي ربع ساعه، احطها على فرن درجه حراره 220، مش لازم فويل، لان انا يا دوب هي هتاخد التلت ساعه دي، هتخليها كمان الوش بتاعها يتشمع شويه مع الصلصه والبصل والتتبيله اللي عندي، وبعدين هطلعها، هشغل بس فرن من تحت بس. تمام اهو كده،